وبالرغم من كل الدماء والدمار لم يقرر هذا الشعب الاستسلام أو الخنوع، فنحن شعب تمنحنا قسوة الظروف المزيد من الصلابة وتدفعنا الضغوطات إلى المزيد من التحدي، ونواجه محاولات الإذلال بالمزيد من الأنفة والكرامة والعزة والثقة بالنفس. وها نحن اليوم ننظر إلى المستقبل وننطلق باتجاهه بمزيد من التصميم والثقة أن المستقبل ملك للشعب ولا أحد غيره.